أعلن نادي الهلال السعودي اليوم إصابة حارسه عبد الله المعيوف والظهير محمد البريك والمحترف البيروفي كاريلو، وتواجد الثلاثي المصاب اليوم في وحدة طبية في النادي ولم يشاركوا في التدريب الجماعي اللي أجراه نادي الهلال اليوم بعد مواجهة النصر أمس واللي انتهت بالتعادل 2-2. اليوم بذلك انضم الثلاثي المصاب إلى قائمة المصابين في الهلال: سلمان الفرج، ياسر الشهراني، علي البليهي، موسى ماريقا، متعب المفرج، أندريه كاريو، محمد البريك، عبد الله المعيوف، باقي ثلاثة محمد الشيخ ونسوي فريق. السلام عليكم، أنا عندي سؤال لطارق النوفل، هل يؤيد استمرار بانيجا مع الشباب أم الأفضل أن يبحث الشباب عن لاعب في الشتوية بدل بانيجا؟ نرجو الإجابة بكل صراحة. هل توجد تكتلات خارجية ضد الإدارة الحالية وتحاربها مما أدى الاتفاق إلى هذا المستوى؟ نرجو الإجابة وبكل صراحة وشفافية، لأن الاتفاق يعاني والكيان أهم من أي شخص آخر. شكرا. مساك أبو بدر، سؤال بسيط جدا أو عتب، كيف تبون الجمهور يحضر ولجنة المسابقات تحط لك 6 مباريات مهمة في يوم واحد زي يوم السبت؟ عندك الهلال وضمك، عندك الرائد والتعاون، عندك النصر والخليج، عندك الاتحاد ومدري مع مين، كيف تبون الجمهور يحضر والمباريات في وقت واحد أو في يوم واحد وما بينهن يعني إلا فارق بسيط؟ حقيقة برنامج أكشن مع وليد الأكثر تأثيرا في المجتمع الرياضي، من خلال هذا البرنامج عاد حمد الله لصفوف المنتخب، وبإذن الله من خلال هذا البرنامج سيرفع الإيقاف عن نادي الهلال ممثل آسيا باسم المملكة العربية السعودية، وهو الداعم الحقيقي للمنتخب السعودي، ويجب على الاتحاد السعودي الوقوف مع الهلال خلال مشاركته العالمية القادمة، وشكرا لكم. شكرا لرأيك، لكن أنا ماني متفائل كثير بأنه راح يسمح للهلال أو غيره بالتسجيل، يعني موضوع زي هذا أنا ماني متفائل فيه. فإحنا طرحنا وجهة نظر، سألنا عن مخرج قانوني، لكن اتخاذ القرار ما هو بيدنا ولا هو من المنطق أن احنا نحاول نزن عاد كل شوي لازم يرفع الإيقاف. أنا ما أحب أدخل في القضايا خسرانة، حسب ما أراه أنا ماني شايف في يعني في رغبة في الذهاب لهذا الملف. ليه؟ لأنه أنت لو رفعت الإيقاف الآن أو عطلت القرار واكتفيت بنص المدة عن الهلال بيقولك إيش معنى الهلال؟ طيب هذه مصلحة عليا. لا لا لا، إيش معنى الهلال؟ طيب سويت عفو عام بيستفيد الاتحاد، إذا فكيت عن الاتحاد والهلال بينطلق النصر يقولك إيش معنى وظل يعني. شوف كل اتحاد لعبة وكل مسؤول رياضي عنده حساباته، أنا يمكن عندي حسابات مختلفة عن الآخرين. أنا بوجهة نظري لو أنا مسؤول أتخذ القرار في المصلحة العامة، وليغضب من يغضب، لن يديرني آراء مشجعين عاطفيين. هذه وجهة نظري بالذات في القضايا اللي فيها سمعة الرياضة السعودية. يمكن الإخوان في اتحاد القدم عندهم وجهة نظر ثانية، اللجان القضائية لا احنا ما نبغى ندخل مشاكل، هذا شيء راجع لهم. فبالتالي يعني أنا لا تتفائل كثير في هذا الموضوع. وبعدين متى لما يروح الهلال بطولة العالم للأندية لا سمح الله ويتحقق نتائج جدا سيئة بيجي نقول والله يا أخي أسأنا لسمعة الدوري وللأندية احنا دائما متأخرين، دائما متأخرين نعض الأصابع. خلنا نروح الفاصل ونعود. حياكم الله من جديد، أكشن مع وليد. وطبعا نتذكر مرة ثانية بس القرار اللي صادر من لجنة الانضباط والأخلاق بخصوص، رفضت طبعا لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم شكوى الاتحاد ضد النادي النصر فيما يخص بيان النصر ضد حامد البلوي ومشعل السعيد واللاعب عبد الرزاق حمد الله بعد مرور نحو 8 أشهر على القضية المرفوعة من الاتحاد للجنة. والله لو أنمار الحايلي سألني كان قلت له تشتكي ولا تسألني ليش. نروح فاصل ونعود. قبل بس ما أبدأ الحلقة، والله فيه اليوم قرار طلع من لجنة الانضباط، نادي الاتحاد مقدم شكوى يوم 17/4/2022، يعني قبل كم؟ قبل 8 شهور.
انه نادي النصر طلع بيان على حسابه في تويتر وتضمن اتهامات بشكل واضح وصريح ضد منسوبي نادي الاتحاد حامد البلوي المدير التنفيذي وعبد الرزاق حمد الله. وبعد استكمال نادي الاتحاد الاجراءات الشكليه قامت اللجنه بمخاطبه نادي النصر للرد على ما ورد في الشكوى المقدمه من نادي الاتحاد ومخاطبه لجنه الاحتراف واوضاع اللاعبين اللي فاد حيال وجود قضيه منظوره من عدمه حيث قامت افادت لجنه الاحتراف. المهم كل لوكلوك هذا ويقول لك قام نادي الاتحاد باشعار اللجنه بصدور حكم نهائي من مركز التحكيم بتاريخ 17/11. يعني القضيه قعدت من شهر 4. نادي الاتحاد مقدم شكوى من شهر 4 جاء القرار حقها في شهر 12. ايش يقول القرار؟ قبول الشكوى من الناحيه الشكليه، رفض الشكوى من الناحيه الموضوعيه، وقرار قابل للاستئناف وفقا للماده 39 من لائحة الانضباط. يا أستاذ أشرف ارجع لي الله يرحم والديك، ركز معي، شيل القرار، شيل القرار يا رئيس، شيل القرار، ارحمني ارحمني لوجه الله تعالى. يعني القرار قعد 8 شهور في لجنة الانضباط، بعد 8 شهور يقول لك قرار قابل للاستئناف. يعني الاستئناف هذا متى ممكن يحسم إن شاء الله؟ يعني الله يعطينا ويعطيكم طولة العمر. يعني ممكن بالمعيار هذا إذا القضية أخذت 8 شهور فالاستئناف يحسم في 2025، ما في نقاش. نبدأ الحلقة بالعناوين أحسن. بس على ذكر كأس العالم، في عائلة أرجنتينية كانوا في قطر بعد نهاية كأس العالم، عندهم التأشيرة حقت دخول قطر، هاي تسمح لك دخول مجلس التعاون وبالذات المملكة العربية السعودية. تعرفون الآن السعودية تتجه إلى دعم قوي وكبير جدا في مسألة السياحة. ففي عائلة أرجنتينية راحوا للمنطقة الشرقية، التقوا مع واحد شاب سعودي اسمه نايف الغامدي، التقوا معاه في قطر في كأس العالم أثناء بطولة المونديال. أبدت العائلة الأرجنتينية قالوا له احنا ودنا نروح الدمام ونزور السعودية. قال لهم نايف الغامدي أنا أستضيفكم في المملكة العربية السعودية بعد نهاية كأس العالم. عاشت العائلة الأرجنتينية هذه فترة شرقاوية سعودية صرفة. خلينا نشوف هذا التقرير الجميل مع الشكر للشاب نايف الغامدي على مساعدتنا في هذه المادة. Amazing because of the people. أعتبر زيارة الأولى للسعودية رائعة بسبب الشعب السعودي الذي كان مرحبا وكريما في تعامله معنا. السعوديون رائعون فعلا. I visited the Daman and Al-Khobar. زرت الدمام والخبر واستمتعنا بالشواطئ الجميلة وذهبنا للتسوق أيضا، وخلال كل هذا نلتقي بالشعب السعودي المرحب بنا. Welcome to Saudi. بعد خسارتنا من السعودية قلقنا على منتخبنا، والجماهير في الأرجنتين أصبحت لديها الشكوك بأن الأرجنتين قد تخرج مبكرا، ولكن بعد انتصاراتنا المتوالية الجميع بدأ بالتفاؤل. We met a lot of people, Saudi people in Qatar. قررت زيارة السعودية بسبب الجماهير السعودية الرائعة في قطر، لقد كانوا ودودين، ولهذا قررت زيارة السعودية لأن لديها شعب رائع ومحب للجميع، وأيضا السعوديين محبون للمنتخب الأرجنتيني مثلنا. سالم. أعرف اللاعب سالم الدوسري من المنتخب السعودي. الفكرة من بدايتها كانت على عبارة عن جلسة جلسناها معهم في السكن اللي كان في قطر. بعد المباراة النهائية يمكن بحوالي 2 أو 3 أيام تواصل معايا وحب انه يزور الدمام، وبصراحة افرحونا بالشيء هذا. كان فيه تقريبا مشكلة كيف يجون من المنفذ الى الدمام. الاستاذ علي بصراحة ما قصر وابدا استعداده انه يروح ياخذهم من المنفذ الى الدمام. يعني اكثر شيء فرح فيه انه حسن التعامل اللي شافوه، مو منه بس، لا والله من جميع اللي شافوهم. Thank you very much. I'm really happy to be here. At the beginning we didn't know. شكرا لكم، انا سعيدة لتواجدي هنا. بداية لم نكن نعرف اي شيء عن السعودية، بعدها فكرنا في زيارة السعودية، وهنا الاخ علي ونايف ساعدونا كثيرا بزيارتنا للسعودية، وهذا شعور اخوي عظيم احسسنا به. In Argentina we feel really sad. في الارجنتين احسسنا بالحزن لخسارتنا من السعودية في الخطوة الاولى لنا، ومع ذلك كنتم تستحقون ذلك الفوز،
وفي الأرجنتين كانت تصل أخبار كثيرة عن حجم الأفراح السعودية بالفوز علينا، وحينها أصبح الحديث عن المنتخب السعودي طيلة الوقت في الأرجنتين، وهذا أمر لم يحصل طوال التاريخ. لذلك أقول كل الأرجنتين تعرف بشكل واضح المنتخب السعودي الآن. نخطط للذهاب للعاصمة الرياض لمشاهدتها، وبعدها ربما لمدينة جدة، ويسعدنا زيارة السعودية والاستمتاع بمناطقها. So will be great to travel around Saudi. We are really happy for that. انتهى وقتنا، شكرا عماد السلام.